كل يوم هتسحبي 10 جنيه في 20 جنيه والنهارده 40 جنيه. ياما اوعى تكوني بتفهمي. عسل يا ناس عسل. طب وانا ماخر عنك حاجه ياما؟ عمرك. طب عمال بتمدي ايدك ليه ياما وتهدي بيها تحت المخده وتاخدي فلوس؟ ياما مش انا مفهمك قبل كده ان اللي يسرق يروح فين؟ اوعي تقولي مارينا ياما. اللي يسرق يروح فين؟ لا اللي يسرق يروح النار. شاطره ياما شاطره ياما. ماشي ودي 50 جنيه مش 40 جنيه. سلمي لي على بتاع العدس ياما. خدي اختي شطفيها. يا واطي يا الماما يا دون، يا واطي يا الماما يا دون، انا توقفني قدامك زي التلميذ تقول لي اليسرى يروح فين؟ اليسرى يروح مارينا يا رحمك. كفايه مستحمله قعدتك في البيت واكل شارب نايم يا شح. اشرب يا عطشان المتلج، اوعى الحاجه الساقعه اللي الهدبه قوي. اشرب الساقع. ايوه ازيك يا عم المشرف؟ الله يخليك. الله حتيره. ايه يا حتيره اللي جابك هنا؟ وانا جاي ازور امك، انا جاي شغلي. حمدي في الدفتر واتكل على الله. خلاص يا اخويا مضمارك، روح شوف شغلك. لا انا قاعد شويه. يبقى مساله بقى مش مساله امضى، انت جاي عشان تعكسب بنتي الخواجيه. وانت مالك؟ بقول لك ايه، شكلك كده عايزني اعملها معاك على الصبح. انا ممكن ابلغ عنك هيئه الاثار والاداب والمطافي عن الوقر اللي انت عامله للمقاطيع بتوعك في المكان التاريخي العظيم ده. خلاص يا حبيبي خلاص، اسمع بقى وشوف مصلحتك. هاي سي اسمع بو، انا احبك. ما اسمع باس، هل تحبينني؟ بوروناسي ذو افريو، هل استطيع ان اراك غدا؟ اي حاجه زتوناتا كلاماتا فراستو افوفو، بيضه مسلوقه. لا دي غلط، دي غلط، دي صفحه غلط. بوسو اني توتو، بوسو اني توتو. طبخين ايه النهارده؟ هو الواد ده لسه ما زهقش يا ميريت؟ انا عارفه اهي بلاوي وبتتلقح، بس دمه زي العسل. بس مش عارفه ايه حكايه اليوناني اللي بيبرطمنا دي ده. اصل سأل عنك الواد علي البقال فحب يطفشه، قال له دي يونانيه خواجيه مالكش دعوه بيها. هو ماله هو اصلا؟ هو يقوله كده ليه؟ اصل الواد علي كلمني تاني في موضوع الجواز. خلاص ما عادش ناقصنا غير بياع الصدوق والبطرمه ده كمان. اتاريه لازقني في الخارجه والداخله. اليونانية قال ابن أمرين أمرين دول ولا عنين قلبي بيس. سلام عليكم. قال يا علي أتريني بفكر فيه. ايه ده فؤاد، انت عازم الميتين على الغدا ولا ايه؟ ما احنا بناكل من لحم الميت. ده انت واضح انك مديها بانجو من بدري. أنا غلطتي التاريخية إن أنا ما ابتديتهاش من بدري، عشان كده أنا بصلح الغلطة التاريخية دلوقتي فتلاقيني دايماً في حالة كونتينوس بانجونيس. يا حلاوتك. وإيه بقى الأغنية اللي أنت مشغلها دي؟ مش تشغل كده حاجة تليق على المنطقة؟ أيها الراقدون تحت التراب أفيقوا مثلاً. أفيقوا؟ ولما هم يفيقوا إحنا الترابية نشتغل في إيه يعني؟ نشتغلوا في البورصة؟ خليهم كده عاملين دماغ ميتين، ها؟ دي أحلى دماغ. بس الواحد يتولى ازاي دي؟ بقول لك ايه، تعرفشيني بنظام كآبتك ده، هات ابوك ما هي ناقصاك. اليونانية من دون معلم. فاتينة اتينا لسه حلقة لك. حلقة لك؟ بقى راجل كان بيعلم الاجيال الفلسفة، يتكلم عن الحب بالطريقة دي. كان ولا زال يا متخلف. الفرق اني كنت بنعلمهم وانا في اول الطريق، دلوقتي انا في اخره. يعني بنجيب من الاخر. النش ده بكام؟ ده ب 4 الا ربع. اديله نص، اديله نص. طب والكمبوت ده؟ الكمبوت 7 الا تلت. اديله نص، اديله نص، اديله نص، اديله نص. يا
يلا لا ده مستورد من شرم الشيخ بكام؟ لا ب10 جنيه يلا ب2.5 امال عملت صدعنا ب2.5 وما عندكش حاجه خالص ب2.5 يعني هو من كتر الكذب اللي داير في البلد ده الكذبه بتاعتي وقفت في صورك يا سيدي اعتبرني فقره اعلانيه تكر على الله طب مش هشتري تكر على الله يابا يلا ب2.5 بقول لك يا اخ ليش معاك حاجه للزور لحسن صوتي راح مشوار ولسه ما رجعش انا مش فاهم مفيش اكتر من الارصفه في اسكندريه وبرده مصر تلزق فيا ما عشان اخد بالي منك وخصوصا انك عامل لي فيها الدكتور شديد وبيع نشاره خشب على اساس انها علاج للبنادمين يعني ايه سيبك منه هو ابني بصحيح بس طالع لامه جزمه ده مسحوق قرن غزال تركي يقوي الظهر انا جايب الشحت ده الا ببركاته حلو قوي حلو قوي بالنسبه لبقى انا بدل الوكاله دي ايه ده انت مين يا ولا عايز ايه اخوك حسن عطا الشهير بحنتيه راجل اعمال ما تقولش راجل بس الله لا لا فيها بيت انت محجبه شعرك ومعريه لسانك ولا ايه لم لسانك يا ولا عايز الاقي شحت هاجم على الدكانه وابقى مبسوطه لعلمك انا زميل على الرصيف اللي قدامك ده يعني واقف كسيب ومزنقنا يعني بالنسبه البلديه قلنا نيجي نفتح تعاون مع بعضينا بقول لك ايه شفت فيلم طرانه في سينما هوينا بقولك ايه ما تيجي تعتبري نفسك بن لادن وانا صدام وجاي استخبى عندك يومين طب اتكل بقى احسن نبلغ عنك للقنصل الامريكاني اه باشا لا ده من الحصه دي يا باشا وادي القنصل الامريكاني وصل هو ايه ده ما تمدش ايدك على الزبون المحل ده تبع الحاج علي خيري امين الحزب الوطني ولو لمستوا حاجه هنشتكيكوا للمحافظ طب يلا سيب وتعالى صلي على كامل النور عليه الصلاه والسلام يا اخويا بس يا ريت تزيد النبي صلى بره المحل انت بنت جدعه وكفاءه وشهامه وكلك رجوله وزي القمر ولسانك ده عايز اقطعه ايه خد بالك من البضاعه المحطه الجايه يا عم ابراهيم ايه يا حبيبي مالك مكلم كده ليه عمالك تتميص وتدلع قدام كل طرابيزه شويه وعايز انا ابقى مبسوط لا ده انت بتقول يا شر شطر اسمعي انا خطيبك ومن حق اتكلم زي ما انا عايز امال شاهر ومثقف ازاي بس على العموم انا مخاصمك لغايه ما تيجي تصالحنا ولا عمده ولا عمده خطيبك فين يا نورمي عمده فين اخويا على عمده تعالى عايزك كنت هقول لك حاجه عايز ايه عايز ايه اللي جابك دلوقتي اه ده واضح انها مطرقعه لك جامد قوي عايز ايه حنطير عايز ايه حنطير بقول لك ايه انا جاي قصدك في خدمه انا عايزك تالف لي قصيده حب يا عمده قصيده حب بس تبقى مش هعوضها انا بس تبقى باليوناني يوناني طب انا افهم يوناني منين انا افهم يوناني منين يا حنطيره دلوقتي ايه ده ايه يا عمده ايه يا عمده في ايه طب مكتب الله سيحرك في المحل ده وقلبه لك دندره خلاص خلاص اهو خلاص حقك عليا في حاجه ثانيه طب جيب بوسه من بقك يعني ينفع كده بوسه من بقه ده من حنطيره خلاص يلا ما تزعلش خلاص عشان بس ما تطفيش في الارض بقول لك ايه